ودي مقله المنتزه من احسن وافضل مقله في العريش بصراحه، ومحمصه وما شاء الله وعنده كل حاجه، بس هم موازين اكتر في اللب السلق او بيسموه مسلوق زي ما هو في العرض مثلا كده، لب مسلوق. تعالوا نتعرف على طريقه تصنيعه وايه الفرق بينه وبين اللب السوبر. بدوت احنا بننقعه في الميه، هو احنا بنسميه مسلوق، هو لو اتسلق مش هيظبط زي ما احنا ظابطينه. تمام. اللب ده بنقعه في الميه، بنقعه 3 4 ساعات في الميه. 3 4 ساعات تمام. بنقعه بعد كده نصفيه ساعتين ثلاثه لحد ما الميه حتى تصفى منه شويه، مش لازم تصفى خالص. تمام. لب مالك شغله شغل مالك، بس نرمي على المكنه ديت مالك من هنا. بعد لما يصفى بقى خالص سخن المكنه، سخن المكنه كويس، نرمي عليها شويه ملح. تمام. ملح كويس. بعد كده نرمي اللب بعد ما يكون متصفى. تتسخن الملح الاول وبعد كده ترمي اللب. كده نرمي اللب. نرمي اللب لحد ما يعني ما ينشف شويه، نوقف عليه النار، بنهدي عليه النار خالص. تمام. عبال ما يطلع بقى براحته، على ينشف بقى براحته ويستوي بقى من جوه. الحبايه من جوه نفس يعني ما بتبقاش نفس لبايه السوبر خالص. انا دوقتها فعلا، هي حاجه مميزه جدا. اللبايه بتبقى ما بتبقاش يعني زي اللبايه السوبر. سوى اقل شويه، أقل. حتى طعمها بيطلع مختلف. كل واحد فعلا يعني معلش لون، معلش اي حاجه. هي السوبر اللي هو بتديله لون عشان يبقى اصفر. صح كده؟ السوبر هو بيفرق عن ده عن ده، ان ده بنحط له مثلا بنزود له عليه ملح ونشا والحمض الليمون واللون الاصفر. ده على السوبر. ده السوبر الاصفر. والملح دوت هو ما فيش من الميه ملح للتحميص. يعني طبيعي، كله طبيعي عادي، ما فيش اي حاجه عليه ولا اي حاجات ثانيه خالص. هو تمام. بتعمل عند اي حد، بس هم بتصعبوا المشكله. بتخش الا في العريش تقريبا. هو في العريش. صح. اخترعناها طبعا هنا في العريش. اختراع من عندكم يعني. هو اختراع جميل بصراحه. اساسا يعني اختراع اصلا يعني فلسطيني، بس مش اللب ده، اللب بابي. يعني اختراع اصلا فلسطيني، بس انتوا عملتوه في اللب ده. عملناه في اللب ده. الله ينور عليك. دي المحمصه ودي ايه؟ دي برضه مكنه. دي نحله، بنسموها نحله. دي الطاجن. ده الطاجن. برضه بيتقلب اللب وكده. وهنا وهو مسلوق منقوع اهو، دي مرحلة بعد ما تصفى. المفروض ان هو دلوقتي يدخل مرحلة المفروض. بس هو لسه مبلول طبعا. هو لسه مبلول طبعا ميه. تمام. ده كده بنصفيه، وبعد مثلا ساعة ساعتين يدخل بقى في المكنة دي. الله ينور، وحاجة جميلة ومحترمة.